ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. المنار العلامة، منارات الأرض يعني علامات الأرض، معروف بحجر، بحجر المساحة. يغير هذا الحجر هل هو الحدود ليدخل على أرض ظلما وعدوانا. وأسوأ من ذلك من اغتصب أرض مسلم بتغيير الأوراق والمستندات ودفع الأموال، وأسوأ من ذلك من اعتدى على أرض الدولة وطلع لها بأسلوب التحايل شهادة بحث وجعلها في اسمه. في هؤلاء جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم من حديث سعيد بن زيد قال: من أخذ شبرا من الأرض ظلما ظلما فقد طوغ في سبع أراضي من جهنم، والعياذ بالله. النار، النار، إياكم الأراضي، إياكم الحقوق أيها المسلمون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يتركه الله وهو حقوق العباد، يختص الله للمظلوم من الظالم، والله يقول في كبريائه وعليائه: سبحانك ربي من إله عظيم. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عليك أيها المسلم إذا دخل عليك شيء من حقوق المسلمين افعل كما أمرك نبينا صلى الله عليه وسلم بأن ترد المظالم إلى أهلها. راجع نفسك، حاسب نفسك، ولو برأك القاضي، ولو ختم لك ما تنفع. الدولة المغربية خدت بالمشاعر حول قضية ملف هذا الصحراء، خدت الدولة المغربية بالمشاعر، والذي حصل كالتالي: من بعد ما كانت هذه المنطقة تحت الاحتلال الإسباني لما يقارب قرن من الزمان أو 90 سنة تقريبا، وكانوا أهل الصحراء في هذه المنطقة صامدين يقاومون المستعمر الإسباني، مع العلم أنذاك، مع العلم أنذاك السلطات المغربية كذلك كانت محتلة من طرف الفرنسيين في وقت من الأوقات، ولم تساعد ولم تساعد ولم تساند هاد الإخوان اللي كانوا في هاد الأقاليم الصحراوية برصاصة واحدة، لا دعم الأسلحة، لا دعم اللوجستي، لا دعم نفسي، لا دعم ولا شيء ولا شيء. بعد ذلك الإسبان تقرر أنهم غادي يخرجوا من هذه المنطقة، غادي يخرجوا من هذه المنطقة، غادي يمشيوا الله ينيهم. فيما بعد تبين الآن في هذه الألفية 2019 و2017 بعد هروب الملك الإسباني تبينت الحقيقة كاملة. يعني هذاك الشيء حتى اللي كان أنذاك واللي عارفينه الإخوان واللي عارفينه حتى السياسيين المغاربة وداك منار السليمي وما إلى ذلك منهم، من هذوك اللي كيخرجوا يديروا القطاس في التلفازة المغربية، وهذا كيقول له ما تكذبوش على التاريخ، وإن التاريخ تبين على أنه كله كذوب. إمتى تبين على أنه التاريخ كله كذب في كذب؟ حينما وقعت آخر فضيحة ديال الملك الإسباني وتوبع بقضايا فساد مما سبب تسريب عدد من الملفات وعدد من الأمور، فتبين أنذاك أنه 1975 اللي كانت هي المسيرة اللي ما يسمى بالمسيرة الخضراء، وهي كانت مسيرة سوداء، كان اتفاق بين الملك الإسباني والمقبور الحسن الثاني أنذاك لكي يتولى الملك الإسباني الآن المخلوع الهارب في الإمارات، يتولى مقاليد الحكم الآن أنذاك لكي يتولى مقاليد الحكم، كان هذا الاتفاق بينه وبين الحسن الثاني. وإلا رجعتوا للخطابات ديال الحسن الثاني غادي تشوفوا على أنه الحسن الثاني كيقول للمغاربة، المغاربة الذين غرر بهم، هذوك المغاربة الذين غرر بهم، يقول لهم: نحن لاقينا الإسبان هناك أن نصافحهم ونقول لهم خرجوا خلونا محلنا، ومن واجبنا كذلك شعبي العزيز إن وجدنا غير الإسبان أن نقوم بما يفرضه علينا الواجب من الدفاع عن المغرب. على أنه غادي تمشي ولا لقيتوا في طريقكم الإسبان ما بينكم وبينهم والو، خذوهم بالعين وقسموا معهم الخبز ديالكم، ولا لقيتوا المعتدي ولا لقيتوا الصحراوي اللي هو بمعنى الصحراوي المسلم بحاله بحالنا عربي مسلم كيصوم كيصلي، قال لك هذاك تقاتلوا معه وقتلوه، وقتلوه وحيدوه من الطريق ودوزوا. هادشي كله علاش؟ تبين المهم الان تبين على انه كانت غير فيلم ماشي ابداع من عند الحسن الثاني كما يصور العياشه، وان المسيره الخضراء، وانه كان اتفاق بين الملك ديال اسبانيا وبين وبين وبين, وبين, وبين امريكا وبين ملك المغرب. وهادشي راه وضح للعيان، وضح للعيان الان.
فما يبقاش شي واحد يزيد، لان هذوك المناطق، لان المغرب، المغرب الان شنو هي الحجه ديالو باش جالس في هذوك المناطق؟ كيقول لك على انه سنه 1901، اسمع قال لك سنه 1901 الشيخ ماء العينين رسل برساله لمولاه عبد العزيز كيقول له على انه ان النصارى راهم النصارى راهم بداو كيتحركوا، وعلى انه كذا ويجب علينا وكذا، وحنا هذه الارض مبايعينك حنايا هذا الشيخ ماء العينين هذا، وعلى انه حنايا مبايعينك وكذا. وان كان هذا الشيخ ماء العينين رسل بهذه الرساله في 1901 للشيخ عبد العزيز، البيعه راه بحال كونطرا يا اخي. هذا الشعب اللي كاين اليوم يسحب البيعه، ساحب يسقط البيعة على هذا الملك، يسقط منك البيعة. لأنه البيعة شنو هو المفهوم بالبيعة؟ مفهوم البيعة في الإسلام، مفهوم البيعة في الإسلام وهو أنه أنا نبايعك، ولكن أنت كذلك خاصك توفر لي العيش الكريم. إذا ما وفرتليش العيش الكريم وخديتي بيعتك أنا وجيتي أنت تنهب لي الأرض ديالي وتنهب لي الثروات ديالي وتخليني أنايا تخليني نلاقي مصيري، أسحب منك البيعة. وهي الأمر وما فيه، الأمر كله ما فيه لاحتلال هذه النقطة من هذه البقعة الجغرافية من في تلك الأراضي، وهو نهب هذوك الثروات الموجودة في تلك الأراضي. والآن أنا مغربي من داخل المغرب، وأنا عاصرت هذه الأفلام وشفت على مدى السنوات اللي حيت 43 سنة اللي حيت عاصرت وشفت وكذا، فهمت على أنه الشعب المغربي ما كياخذش سنتيم من هذه الأراضي، هذه من الخيرات ديال هذه الأراضي التي ينهبها النظام المغربي والجنرالات ديالو. خداو هما الثروة وهيجوا الناس والمشاعر ديالهم ولي سنتيمون، قالوا لهم لا وهذه الارض ديالنا وحنا وكذا والجزائر والشينوا وكذا. اذا كانت الدولة المغربية كتكلم على البعد التاريخي وكتكلم على 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 البيعة وما الى ذلك، وعلى انهم هي اراضي قال لك بالبعد التاريخي ديالنا، وان المغرب كان يمتد الى السنغال، نهر السنغال وزيد والخوار، اذا لماذا لا يطالب المغرب والحكومه المغربيه؟ علاش ما كتطالبش؟ ماشي بس بتوم ليليا، علاش ما كتطالبش بالاندلس ني البعد التاريخي وكترجعوا نتوما ل 1840 و 1866 و 1987؟ ملي كترجعوا لهذه التواريخ هذه، علاش ما كتطالبوش كذلك بالاندلس؟ طالبوا بالاندلس يا، طالبوا بها، حتى هي راها بعد تاريخي ديالكم ديال المسلمين كلهم، علاش ما كيطالبوش بها المغاربه؟ ولكن لان هذيك البقعه الجغرافيه هي بقعه جغرافيه غنيه بالثروات، الذهب، الفوسفات، الصيد البحري، عدد من الثروات الهائله التي لا يصل منها للشعب المغربي ولا غير حتى الريحه ديالها ما كتوصلش. فمن يستفيد من هذيك الثروات؟ كيستافدوا منها واحد المجموعه ديال المرتزقه الحقيقيين. شكون هما المرتزقه الحقيقيين؟ هما مثلا هما هذوك الالهه ديال الصحراء اللي الان هما هذو اللي باعوا الدمم ديالهم، مثلا هذاك ولد الرشيد وهذوك واحد عداد، راه الاخ والصحفي والصديق محمد راضي الليلي راه ما مقصرش، وراه كي انا كيخونوني الاسامي ديال هذوك الناس، ولكن راه ما مقصرش وراه فضحهم كلهم. شكون اللي واخد الثروات ديال هذيك المنطقه؟ هما هاد الناس هذو، وكذلك عدد من الجنرالات والضباط السامون اللي عندهم عدد ديال لي زاغريمون ديال الصيد البحري وديال مقالع الرمال وديال العدد ديال الامور، ناهيك على التجاره الدوليه ديال المخدرات في تلك المنطقه التي تغرق افريقيا والقرن الافريقي كله بالمخدرات المغربيه. وانا هنا بين قوسين احيي الشباب الذين قاموا ووقفوا وقفه الرجال واغلقوا هذاك المعبر ديال الكركرات والوطن هما كنشوفوا في الارض والو، والطرف الاخر مستفيد وكيبيع ويشري، وما هو ما همه غير يزيد يبعد يطول المدى وصافي ديال يمدد حتى يكمل لي كونطرا ديالو اللساني كاين مع الروس الصيد البحري، كاين مع الصبليون، كاين مع فرانسيس، كاين مع عالم الفوسفات، جنوب افريقيا، السويد الا ما خصنيش نكذب، نيوزيلندا، عدد ديال الدول اللي كيصدر له. اذا هذيك الخطوه اللي قاموا بها هذوك الشباب هذوك الرجال في غلق هذاك المعبر، هذيك خطوة ديال البواسل ديال الرجال، لأنه لا يعقل أنك أنت تجي تدخل الأرضي وتدي لي الثروات ديالي أمام الأعين ديالي، وتزيد مازال كتدي لي الثروات ديالي وتقول لي لا واكدا ونخلي لك أنا المعبر، أنت غادي جاي غادي نقطعوه، إما كل شيء غادي يستافد من هذا المعبر، إما حتى واحد ما غادي يستافد منه.